السلام عليكم. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن تطهير عنبر الدجاج، دجاج التسمين أو أي مكان بنربي فيه دجاج، سواء كان بط، كان فراخ، كان أرانب، أي مكان بيربي فيه نوع من أنواع الطيور. بداية، لو المكان ده هو كان مربي فيه طيور سابقة أو أي حيوان سابق، لابد إن إحنا نمسك المكان ده ننظف الحوائط بتاعته زي ما انتم شايفين، ونرشه بارتفاع يعني على الاقل المتر من الارض يعني لغايه يعني الجدار كله، او متر تقريبا من الجدار، بجير او بسيراميك، اي ماده خالص في الجزء اللي هو بتاع التربيه ده ونقوم بازاله الاتربه واي حاجه على الارضيه، ونكحتها تماما من على الارض، ونقوم بإزالة العنكبوت وأي أتربة على السقف، بحيث تكون الحوائط والجدران ده هي خالية تماما من أي مسببات مرضية أو أي حاجة عالقة بالجدران أو بالسقف أو بأي شيء. وكمان بنسد الفواصل في الحوائط عشان ما تحويش حشرات أو أي حاجة تكون سبب في نقل الأمراض للكائن الحي اللي احنا بنربيه في المكان. وبعد ذلك بنغسل العنبر بالماء غسيل جيد جدا عشان لو في أي حاجة تبوش تماما، ومن زرق للفراخ أو أي حاجة وسخة أو أي حاجة وحشة موجودة في أرضية العنبر، لغاية ما الحاجة دي تبوش تماما ويبقى أرضية العنبر نظيفة تماما، عشان نبدأ التطهير على شغل كويس وعلى نظافة. ثم بعد ذلك هنبدأ إن شاء الله نتكلم عن المطهرات وكيفية استخدامها.